الغاية منها يعني طبعا هو الغاية الوصول للمجلس النيابي. أنا أعتقد ومثل الكثيرين يعتقدون أن مجلس النواب يعني بأدائه هو اللي ترك يعني أثر سلبي على الناخب، خصوصا أن تواصل ما يسمى بالإخفاقات يعني من 2002 إلى 2018 يوم اللي نشاهدها، يعني خلاص أعطى صورة واضحة بالنسبة للناخبين اللي راح يتجهون إن شاء الله في 24 نوفمبر للتصويت. ما عاد في يعني الحماس والاندفاع السابق، يعني الحين الناس اللي بتصوت يعني بتصوت كواجب وطني على اساس ان التجربه تستمر، على اساس ان نسبه التصويت ترتفع، على اساس ان احنا نحافظ على مكسب لا يمكن ان نتخلى عنه، ولكن ما راح يكون التصويت فعليا على اختيار الافضل او الانسب واللي ممكن يحقق لي طموحي او يحقق لي مستقبلي والآخر. لان المجالس النيابيه للاسف الشديد يعني كانت كل عملها هي ردات فعل، يعني مثلا اذا طرحت الحكومه برنامج عمل الحكومه ردوا يعلقون عليه، مو عندهم رؤيه اساسا هم البرنامج شلون انوضع وعلى اي اساس ويحاكي شنو على اساس انوضع البرنامج شنو هو شي طور مثلا، ولا ما حيصير نقول مثلا كم وحده اسكانيه بيقدم ليش ما حققها. إذا هل إحنا عارفين مثلاً الحكومة يوم تضع البرنامج دي وعدد الوحدات السكنية هي تراعي مثلاً عدد المواطنين شو كثر وعد كم سنة بيخدم وش كثر ممكن يكون في المستقبل نحن نحتاج لوحدات سكنية مثلاً، الأعمال أيضاً توفرها من عدمها، هل إحنا عندنا إحصائيات عندنا دراسات، هل في نائب أو مجموعة نواب أو كتلة أو جمعية عندها دراسة واضحة عن الوظائف اللي ممكن تتوفر حق الأجيال القادمة ونوعها وشلون ممكن أن تسهم في الاقتصاد الوطني أو شلون تسهم في تنويع مصادر الدخل. إحنا إذا تكلمنا عن تنويع مصادر الدخل هل هذه من الممكن أن يقترح نائب يقول أنا والله واسعة لتنويع مصادر الدخل؟ فإذا الحكومة نفسها وسعت لتنويع مصادر الدخل يعني شنو الأفكار اللي أنا ممكن أجر الحكومة بكل كبرها وراء اقتراح عشان نوع مصادر الدخل؟ أنا أتذكر أنا كنت في مرحلة الإعدادية للفترة. كان وزارة العمل عنده برنامج مشروع 10,000 متدرب. زين؟ وين المشروع اللي 10,000 كانوا يبون يدربونه على أساس إنهم ينزلون سوق العمل. تعثر المشروع وراح وانتهى. إحنا عقب هاي الكلام عشان سنة 80. إحنا عقب سنة 80 سنة. إحنا 38 سنة. كان مشروع ما وجدنا على أرض الواقع. زين؟ إحنا إذا قلنا بنتكلم عن تنويع مصادر الدخل. مو من الآن إن إحنا مثلاً نغير أنظمتنا التعليمية على أساس تعطينا مخرجات صحيحة إن هي تفيد عناصر مثلاً كفء إن هي شنو تشتغل في الميدان على أساس إن هي تنوع مصادر الدخل، وشنو المصادر اللي ممكن ننوعها؟ يعني دول تعتمد على النفط والغاز والآخر، هاي ثروات وطنية موجودة ممكن عقب سنة سنتين 10 100 سنة تنتهي، لكن وين المشاريع اللي تشجع الزراعة؟ وين المشاريع اللي تشجع الثروة السمكية الحيوانية إلى آخره؟ كانت البحرين في الماضي عندها اكتفاء ذاتي على الأقل أنها تأكل ما تزرع وعندها ثروة حيوانية بسيطة لكن تكتفي بها سمكية، كانت مغطية السوق. اليوم عقب هالسنوات كلها عقب الحين نسميه تقدم أصبح نستورد كل شيء من برا. زي مجالس النيابية ذي أو ناخب اللي بترشحون وين البرامج اللي فعلا انا ممكن اثق فيها انها ممكن تتطبق؟ يعني انا عندي احد البرلمانيين اللي بيعيد ترشيحها دائما يتكلم احنا قدامنا لكن ما حد سمعنا. انا هاي اللي انتظره كمواطن من المجلس النيابي، انا كمواطن عندي 60,000 برنامج احنا ممكن اقدمه ما حد يسمعها. يعني انا اعتقد ان دور المجلس النيابي مو بدور رده الفعل، يعني مثلا احنا كنا نتكلم عن قانون السيداوي وشلون اللي مرروا عليهم لان اساسا ما عندهم رؤيه له، يعني يا هم يدرسون زين انتم تسمعون هاي من 79 ترى محطوط السيداو والبحرين متحافظ عليه 79، يعني احنا كم سنه كم 40 سنه ما في دراسه، ما في واحد يقول والله ان احنا عندنا يعني التحفظ دي لا يمكن يرفع، لان انا عندي مثلا دراسه عن شنو اضراره وش ممكن يؤدي له والى اخره. لا يعني تقول إياه وتقول لا هذه مو بدور المجلس النيابي أساسا، لأن أساسا هو مو عنده ما بعد الموافقة ولا عنده ما بعد الرفض، وإنما عنده شيء اليوم يطرحونه قدامه يقول الميزانية يحطون له ملفات على الصورة اللي شفناها كلنا
عندك اسبوع تناقش شنو فيه الملفات، من هو المتخصص، من هو اللي يوضح حق واحد متخصص. لذلك انا اعتقد انه يعني احنا اذا بنصوت بنصوت بس كواجب وطني، ولكن مو عندنا يعني ولا نسبه 1% ان البرلمان بيغير. انا اعاول على البرلمان عقب 20 سنه ممكن يكون لنا يكون تبدل الجيل اللي موجود حاليا، اما الجيل الحالي اعتقد انه هو يعني يكتفي بانه هو يواصل على التجربه ويصوت وينتخب البرلمان بعد البرلمان. لكن الحل انك تغير الامور والواقع والاخر، بس واقعنا اليوم ما اعتقد بتغير. شلون انا لازم اقول النواب اللي بيوصلوا مجلس النواب؟ انا يعني واحد مواطن عادي بسيط، هذه افكاري. شكرا.